هلو، معكم ما زين من قناة فاكت 777. الفيديو تبعنا هو على القانون الجديد هو فخ كريفتي عن فيندرونجز جيزيتس يلي هو رح يبلش تطبيقه بأول من أدار لسنة 2020. شو ده قانون؟ هو لتسهيل دخول يد العاملة لألمانيا. هلا من قبل كان أطباء فيهم يفوتوا في فيزا 6 شهور على ألمانيا، وخلال 6 شهور إذا لقوا الشغل بيضلوا بياخدوا بعد سنتين أو رح يقدموا على لجوء مثل كتير عالم عملت هيك. هلا شو هذا القانون الجديد؟ طبعا لانه في نقص باليد العاملة، عملوا قانون جديد انه اليد العاملة ما هم دارسين جامعات بيقدروا يفوتوا على ألمانيا 6 شهور نفس المبدأ ويدوروا على شغل. هلا هو نظريا هالحكي كتير حلو، بس عرض الواقع وابدا مسهل العملية، لانه حياتي بده يكون الواحد معه مستوى لغة اقل شيء از فاي، وتاني شيء بده يكون الواحد معه مصاري تكفي لست شهور يحطهم بالبنك وبعدين يقدر يفوت لهون. وحاطين شيء تاني، هلا مثل ما بتعرفوا اليد العاملة عندنا مثلا بسوريا، اذا واحد بيشتغل بالحدادي او نجار او بخ سيارات او اي مهنه، معظم العالم ما معه شهادات او ما نعمله معهد. اما هون مثل ما بتعرف في نظام الاوس بيلدون، كل العالم عامله اوس بيلدون 3 سنين، يعني معهم شهاده بهي المهنه بحد ذاتها. فهن كدهم هذا القانون اللي لازم واحد معه كمان شيء شبيه بالاوس بيلدون، اقل شيء سنتين. يعني المقابل عندنا سوريا هو بيكون واحد عامل معهد. فاذا الواحد ما عمل هالمعهد وهو مع انه بيعرف يشتغل بهالمهنه، فكيف حياخذ الفيزا يعني؟ مشان هيك القانون مليح، بس عرض الواقع بعتقد كتير قليل العالم رح تقدر تستفيد منه. على كل حال قانون رح احط المقالة تحت بالتعليق الاول، فاكيد اذا تحبوا ترجعوا تقروا وتشوفوا عما هالكون فيكون تقروا. بتمنى يكون الفيديو فاتكم، اكيد شوفكم بالفيديو القادم. تشاو.